فقام رئيس الجمهورية يلتقي بوفد برلمان المجمع الاقتصادي والنقدي للدول الإفريقية المركزية الذي جاء للمشاركة في أعمال دورته غير العادية هنا بالعاصمة إنجمينة، وقد دار اللقاء حول سير عمل البرلمان. دار التجميل بحي مرسال بالدائرة السادسة تشهد مناسبة توزيع الشهادات التقديرية والجوائز للفائزات في مسابقتي التجميل والموضة، وذلك بحضور عدد كبير من عشاق الموضة والتجميل. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التشادية. بحث اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو بالقصر الرئاسي مع وفد برلمان دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية السماك الذي يترأسه رئيس البرلمان سيد علي كوسو. بحث الطرفان مختلف المواضيع المتعلقة بسير عمل البرلمان والدور الذي يقوم به في المجالات المختلفة. عثمان عبد الغني إدريس. المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية تسعى دائما من أجل مستقبل وراحة المواطنين بدول إفريقيا المركزية وتنمية وتقدم الإقليم، كما يعمل برلماني دول إفريقيا المركزية بالتنسيق والتعاون من أجل نهضة شعوب المنطقة ومستقبل الأجيال المقبلة. في هذا الشأن وصلوا برلماني دول إفريقيا المركزية إلى القصر الرئاسي بحدث لقاء فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو بصفته الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية. وتجو هذه المقابلة على حامش الدور العادية لبرلماني دول إفريقيا المركزية البالغ عددهم 33، شاركوا في هذه الدورة التي احتضنتها العاصمة إنجمينة في الفترة من السابع حتى 11 مارس الجاري، والتي من المتوقع أن تناقش مواضيع مختلفة ومهمة ستسهم بلا شك في إنعاش الاقتصاد بدول إفريقيا المركزية وتعزيز وتقوية العلاقات بين الدول الأعضاء، وكذلك مناقشة التبادل التجاري وحرية تنقل الأشخاص والبضائع، لا سيما مناقشة ودراسة ميزانية المجموعة الاقتصادية والنقدية بدول إفريقيا المركزية. فقامت رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو رحب ببرلماني دول إفريقيا المركزية السماك، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهم برئاسة الجمهورية بحضور الدكتور هارون كبادي رئيس الجمعية الوطنية، وبحضور بعض من المسؤولين بالبرلمان الإفريقي المركزي ومسؤولين بلجنة مفوضية المجموعة الاقتصادية النقدية لدول إفريقيا المركزية. وخلال اللقاء طرحت عدة مواضيع تتعلق بمستقبل البرلمان والمجموعة، كما استمع البرلمانيون إلى وصايا وإرشادات فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو التي ستنصب في مصلحة الشعوب بدول إفريقيا المركزية. موضوع هذا المقابلة، الرئيس هو الرئيس بتاع أفريقيا سنترال، وجينا أدنا وصية وأننا جينا شكرناه. أول مرة في التاريخ البرلمان بتاع سماك يطلع برا من الجيني كاتوريال يجي في بلد آخر بسي سيسيون. يشار إلى أن برلماني دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية سيواصلون اجتماعاتهم من خلال هذه الدورة العادية التي ستستمر حتى يوم الأربعاء 11 مارس 2018 بالعاصمة إنجمينة. بعد الزيارة التي قام بها إلى دولة كوبا والتي التقى خلالها بالمسؤولين الكوبيين، قدم اليوم وزير الصحة العام عزيز محمد صالح بيانا صحفيا تحدث فيه عن حصيلة هذه الزيارة التي تم من خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي تنصب لصالح القطاع الصحي في البلاد. نستمع إلى حديث الوزير في ميكروفون الزميل بحر الدين عبد الشافي. لقينا فرصة مشينا في كوبا وناقشنا أول كي لقينا استفاق مهم ما يخص دكاترة مخصصين يجونا في الشهر الجاي في شهر 5 في 20 يجونا ليساعدونا خاصة في المستشفى النادى، عشان المستشفى عملنا فوق استثمار كتير لكن ما عندنا فنيين، عشان ده عملنا استفاقية في 3 سنوات دكاتير دول يجوا ما يخص الأمراض هنا الأطفال البيدياتر الكارديولوج، عندنا طبعا مخصصين في الشق وديابيتولوج، عندنا 20 عملنا معهم استفاقية وده مهم جدا عشان في الشهر الجاي بس هم يجونا. ثم ثانيا عملنا طبعا استفاقية ما يخص المرض الملاريا، زي ما تعلمون المرض ده هو بعازل أكثر تشهدين، وده كله عندهم خبرة زيادة في كوبا، وطلبنا معهم
طلبنا منهم يرسلوا في قبل الخريف ان شاء الله يرسلوا لنا فنين عشان كوبا كلها عندها في زمان عندها هيكلو الباليديسم، لكن عملوا جهودهم وهم حاليا هم كملوا في البلد ما في باليديسم في كوبا، فعشان ده طلبنا منهم الخبره الفنيه اللي عندهم نبادلوا معهم مع دكاترنا هنا، وده كله يجوا ان شاء الله في اسرع وقت وليعملوا برنامج وطني ان شاء الله لنكملوا ان شاء الله مع الباليديسم. وثم ثالث ناقشنا بخصوص المقعد هنا الطلاب هنا الاتيديان القاعدين في كوبا. زي ما تعرفوا عندنا 310 تشادي قاعدين يدرسوا هناك في كوبا، في وطبعا عندنا قدر السنة الجاي 150 منهم يكملوا يلقوا شهاداتهم في الدكتوراه هنا ميدسين. أطلق حاكم إقليم مندول عيسى الجدي الحملة المحلية لاستئصال شلل الأطفال بالإقليم، وذلك بمركز إداري بيسادا بحضور المسؤولين الإداريين والعسكريين بجانب الشيوخ التقليديين. آدم حسن المكرمي. مواصلة للحفاظ على تشاد خالية من مرض شلل الأطفال، جاءت هذه الانطلاقة الرسمية لفعاليات حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بإقليم مندول التي احتضنتها قرية أنديلا بمركز إداري بيسادا. أطلق حاكم إقليم مندول رسميا هذه الحملة بتقديمه اللقاح للأطفال إذانا ببداية مسيرة التطعيم للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالإقليم. وخلال هذه المناسبة رحب رئيس مركز إداري أنديلا إبراهيم حامد دري نيابة عن السكان بالحاكم والوفد المرافق له، شاكرا لهم اختيار قرية أنديلا لاستيعاب إطلاق حملة التطعيم. المندوب الإقليمي للصحة بإقليم مندول دكتور أونغرام كوليتا في حديثه قال بأن الأطفال هم قوة الأمة ويجب تطعيم جميع الأطفال ضد مرض شلل الأطفال ليكونوا سالمين وآمنين. حكم إقليم مندول عيسى الجدي في خطابه بهذه المناسبة أعرب عن فرحه وسروره بهذه التعبئة السكانية التي هي خير شاهد على الالتزام الكامل للسكان بتطعيم جميع أطفالهم ضد مرض شلل الأطفال، مؤكدا بأن التحصين الروتيني والاستشارة قبل الولادة أمور لا بد منها من أجل الحفاظ على صحة أبنائنا. وننوه بأن هذه الحملة تهدف إلى رفع الحالات المناعية للأطفال. قدم اليوم المدير العام لوزارة المالية والميزانية بيانا صحفيا تحدث فيه عن الإيرادات العامة للدولة للأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدا بأن دخل هذه الفترة كان فاق دخل العام الماضي بنسبة كبيرة. نتابع جزء من بيان المدير العام لوزارة المالية والميزانية. ثلاثة شهر هنا دي ميل جزيدة كمل ثمان باسي، ومنستر دي فينانس يعني بدورة بيجيبها برزنتاسيون هنا وهنا ريسيت في مثلا الريسيت جلوبال انا بريمير تريمستر ده يعني وصلنا ب 141 مليار دو فرانس ايفا، وكان كومباري ب ميم مونتان في 2017 ده علينا يعني قدرنا سوينا 87 مليار. ديريكسيون هنا امبو جاب 105 مليار 351 مليون فرانك سيفا، وبنفس الوقت هنا صرفات جاب 56 مليار 303 مليون، ده يساوي 87%. دوان جاب 33 مليار 853 مليون فرنسا ايفا، وجاب في نفس الوقت 23 مليار 620 مليون فرنسا ايفا. دومين جاب 1 مليار 111 مليون، وفي نفس الوقت سنة فات رياليزاسيون هنا 3 مليار 318 مليون فرنسا ايفا. سيرفيس ادمنستراتيف 1 مليار 667 مليون فرانك سيفا، وبنفس الوقت السنه فات يعني رياليزاسيون هنا
4 مليار 120 مليون فرانك سيكون. يسوي لكم بيلان جلوبال هنا رياليزاسيون ان شاء الله في فين هنا جوان 2018. سياسيا قام كل من الامين العام للحركه الوطنيه للانقاذ باقليم شريبه قرمي كادر صالح كنا ونائبه يوسف هارون قاما بزيارة لمدينة بايلي حيث التقيا بمناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ هناك، وذلك بهدف شرح نتائج المنتدى الوطني الشامل لإصلاحات مؤسسات الدولة. تقرير آدم حنفي فاضل. في إطار نشاطاته السياسية، وصل الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم شاريبا قرمي كادر صالح كان إلى مركز إداري بايلي الواقع بمقاطعة لوكشاري، وذلك بهدف إيصال رسالة مؤسس الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي إتنو التي مفادها الوحدة والتضامن لمناضلي الحركة. كما أشار كادر أيضا إلى أهم النقاط التي اتخذها رئيس الجمهورية بعد نتائج الملتقى الوطني الشامل الذي اجتمع فيه كل من رؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء جمعيات المجتمع المدني وكذا المنظمات الحكومية وغير الحكومية من أجل المشاركة في إصلاح مؤسسات الدولة. الأمانة العامة للحركة الوطنية للإنقاذ في إقليم شاريبا قرمي وعلى لسان أمينها قال: الرئيس يقول ميليتار وميليتار دانا امبلاس كل بقوم بنيا واي عشان بخير افكارهم، يعني ايدي اجينا الاول زمان اننا قريب يشنو مصاب مثلا ده خلينا نخلوه خلينا نخير الافكار، يعني كان مثلا الجن اني ما انا اوين ورجال اللي قبول ياخذوه. من جانبه النائب البرلماني ممثل الشعب بايلي أكد وقوفه التام من خلف مؤسس الحركة الوطنية للإنقاذ، وطالبا من مناضلي الحركة أن يكونوا كرجل واحد لأجل تحقيق أهداف واضحة وشاملة. فللمشاركة في مكاتب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم شاريبا قرمي فقامت الأمانة العامة بتنظيم هذه البطاقة العضوية التي سيمتلكونها كل من مناضلي شاريبا قرمي. ويشار إلى أن رسالة كادر هذه ستشمل جميع مدن وقرى شاريبا قرمي حتى الرحل. شهدت اليوم دار التجميل بحي مرسال بالدائرة السادسة حفل توزيع شهادات تقديرية وجوائز للفائزات بالمرتبة الأولى في مسابقة أفريكا كوينز أجنسي للتجميل وللأوائل في مسابقة التوب موديل للموضة. ياسر محمد أحمد. تجيء هذه المناسبة لتكريم النسوة التي شاركنا في مسابقة أفريكا كيو أجنسي للموضة بالتعاون مع سيليساوو، وكما أنها تعتبر من أهم الأحداث الرئيسية التي تميز التاريخ الثقافي في تشاد، حيث شارك في هذه المسابقة 15 من الفتيات من توب موديل وفاز منهن 4: الأريضة سولكيم باديفيت الحائزة على المرتبة الأولى، والأريضة مريم أوشيكي في المرتبة الثانية، بينما الأريضة غراسياس باكيا جاءت في المرتبة الثالثة، كما أن الأريضة ماسي بنديت حظيت بالمرتبة الرابعة من توب موديل. في كلمته رئيس لجنة تنظيم توب موديل عبد العزيز بلاك شكر جميع الداعمين لنجاح هذه المسابقة، وكما أنهم يتمنون في العام المقبل المزيد من الدعم. أعقبه في الحديث ممثل دار الجمال والذي أعرب عن فرحته: وإن شاء الله الله كان جابها سنة آخر كل نسوء إذن من آخر بطا. وكما عبر بعض الفائزات عن شعورهن: أنا ندور نسي مود يبين ريبريزانتي في بي آخر دل في بي آجنا كله شكشكو ماما نشي مود دا غاي في بي آجنا كله. أنا بارتكليرمون لا بلين فرهاني، ولكن جاني فاكر لي أن كون سنة آخر دا نسي الفاتة دا دانا دا ونشي لا كورونا أنا توب موديل تشاد 2018. وفي ختام المناسبة تم تقديم شهادات للمشاركات وجوائز للفائزات من توب موديل، حيث حازت سولكيم دافيد الحائزة على المرتبة الأولى على دراجة نارية من مارك هاوجو. دينيا، دشن ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع جمانة فارة الشيخ أبو بكر يوسف دشن مسجد أبو بكر الصديق لصلاة الجمعة بقرية الدوقي بمقاطعة حراس البير. عباس هارون. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ومن هذا المنطلق جاء حفل الافتتاح الرسمي لمسجد أبو بكر الصديق بقرية دوغي ماجيتا بمقاطعة حراز البير، وبلغت التكلفة الإجمالية لبناء المسجد أكثر من 12 مليون فرنك سيفا، ويسع لأكثر من 150 مصلي،
حيث عم المصلين الإمام البشير يوسف، حيث أشار أثناء الخطبة إلى أهمية صلاة الجمعة وفضل الصلوات الخمسة في المسجد. وعقب صلاة الجمعة رحب شيخ القرية الحاج بكر بالحضور شاكرا باسم السكان وأحالي القرية على المتبرع الذي قام ببناء المسجد داعيا له بالسعادات والتوفيق وأن يجعل كل ذلك في ميزان حسناته يوم الجزاء. أما رئيس منظمة النهضة الإسلامية التشادية الشيخ أحمد إيسى حسين العلوي ناشد كافة سكان القرية والقرى المجاورة لها بترك العادات السيئة واتباع ما جاء به الكتاب والسنة النبوية المطهرة. في كلمته الافتتاحية للمسجد ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فروعا جمعنا فارة بكر الصديق حس السكان بضرورة الاهتمام بالصلوات وتعليم الأبناء الدروس الدينية لعمارة المسجد. وفي سياق متصل شهدت مدينة درباني يوم الجمعة الماضية مناسبة افتتاح مسجد أبي ذر الغفاري لصلاة الجمعة. المناسبة ترأس عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامي محمد حسن أدم. افتتح عضو المجلس الفرعي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع مدينة دربالي بإقليم شاربة قرمي الشيخ البشير جد عيسى مسجدا لصلاة الجمعة وسمي بمسجد أبي ذر الغفاري، وذلك بتمويل من محسنة تشادية وهي السيدة سعدية عبد الكريم أدري بواسطة السيدة الحاجة حليمة أبا صالح مؤسسة جمعية سبل السلام الخيرية، حيث أما المصلين الشيخ توم حسين والذي ذكر المصلين أهمية بناء المساجد وعمارتها وما يناله صاحب البادرة من أجر وثواب يوم القيامة. في كلمته الافتتاحية لهذا المسجد الشيخ البشير جد عيسى أثنى على جهود جمعية سبل السلام الخيرية وما قدمته من أعمال لصالح الأمة التشادية. هذا وكما شكر ممثل أهالي مدينة دربالي صاحبة البادرة على بناء هذا المسجد داعيا المولى عز وجل أن يضعه في ميزان حسناتها، ولمثل هذا فليعمل العاملون. وهنا في أنجمان احتفل مساء أمس أتباع الكنيسة الإنجيلية رقم 9 بحيث بنغالي احتفلوا بالذكرى 16 من تأسيس فرقة الموسيقى والترانيم الإنجيلية بالكنيسة. ياسر محمد أحمد. بهذه الابتهالات والترانيم الإنجيلية احتفل أتباع الكنيسة الإنجيلية رقم 9 في تشاد بحيث بنغالي بالذكرى 16 من تأسيس فرقة الموسيقى والترانيم الإنجيلية. كما تداخل مسؤولو الكنيسة معبرين عن فرحتهم لنجاح هذا الحفل شاكرين الرب على مرور ذكرى 16 من تأسيس فرقة الموسيقى والترانيم الإنجيلية. ممثل الأمين العام لفرقة الترانيم والموسيقى الإنجيلية شكر جميع القساوسة وأتباع الكنيسة الذين حضروا هذه المناسبة التي يحتفل بها لأول مرة منذ تأسيس الكنيسة وذلك وسط حفل بهيج. رياضيا جرت مساء أمس بملعب ثانوية فليكس إيبوي فعاليات المباراة التي جمعت بين فريقي باتيسير وبوستيل ديميل لكرة السلة، حيث انتهت المباراة بفوز باتيسير ب 67 نقطة مقابل 35 لبوستيل ديميل. عباس بكر مصطفى. المواجهة الأولى لفرق المشاركة في دوري رابطة كرة السلة لمدينة أنجمينا كانت بين فريق باتيسير مع بوستيل ديميل. تأتي هذه المباراة ضمن مباريات رابطة مدينة أنجمينا لكرة السلة للعام الحالي، حيث كانت المباراة أسهل لفريق باتيسير منذ بدايتها نتيجة لعدم مشاركة بعض لاعبي فريق بوستيل ديميل، مما ساعدهم بالتقدم على خصمهم وتسجيل نقاط أكثر في الجزء الأول والثاني رغم القوة الدفاعية للاعبي فريق بوستيل ديميل لينتهي الجزء الثاني. أما في الجزء الثالث حاول لاعبو فريق بوستيل ديميل التغلب والسيطرة على مجريات المباراة ولم يتمكنوا حتى الجزء الأخير من المباراة، وبدأت الهجمات تتوالى على سلة فريق بوستيل ديميل حتى نهاية المباراة ب 67 نقطة مقابل 35 نقطة لصالح فريق باتيسير. هنا ترانسفير على الجوار جوارات ثلاثة ولا أربعة ساعد مفيش دول بابا ومدى سمان آخر ولا ما ترازي ما جور كده
كما أوضح مدرب فريق باتيزير بأن فوزهم يسهل عليهم عملية انتقاء اللعيبة في مواجهة المباريات القادمة. وفي خبر أليم، جرى اليوم حفل مراسم دفن الجنرال دوبايو مارك الذي توفي الأسبوع الماضي، وذلك بمنزل الراحل بحي ديمبي بحضور القائد العام للقوات المسلحة التشادية الجنرال إبراهيم محمد سعيد بجانب أسرة وأصدقاء الفقيد أحمد خميس جمعة. بهذه الأجواء الأليمة جرى حفل مراسم توديع الراحل اللواء إنديو مارك الذي وافته المنية في 3 أبريل عام 2018 إثر علة قصيرة. ففي المراسم المنظمة والتي بدأت بوصول القائد العام للقوات المسلحة التشادية الفريق إبراهيم محمد سعيد في تمام الساعة 10 صباحا عند أسرة الراحل، حيث ألقيت العديد من الكلمات قرأها القيادات العسكرية والمتمثلة في السيرة الذاتية للراحل، وهو من مواليد 1952 في كرة بإقليم شاري الأوسط، وحق بمدرسة القيادة العسكرية بفرنسا ومعاهد عسكرية متنوعة أيضا بفرنسا، حيث تحصل على العديد من الشهادات في القيادات العسكرية. وعند عودته إلى أرض الوطن لعب دورا كبيرا في القطاع العسكري، كما شغل العديد من المناصب القيادية في مختلف الوحدات العسكرية وفي أماكن مختلفة في أنحاء البلاد. ومنذ العام 2015 حتى 2016 عين النائب الثاني للقائد العام لقوات المسلحة التشادية إلى وقت وفاته، من ثم أذن القائد العام للقوات المسلحة التشادية الفريق إبراهيم محمد سعيد رسميا بتسليم جثة الراحل إلى أسرته. تلا ذلك كلمة الأسرة شكرت خلالها السلطات العليا في البلاد لاهتمامها بالراحل ومواساتهم في مصابهم الجلل. عقب ذلك قام كبار القادة بإلقاء النظرة الأخيرة للراحل ثم تقديم العزاء لأبناء وأسرة الراحل. فبعد عودة القادة العسكريين بدأت مرحلة تقديم الشهادات من جانب أبوة الراحل ثم الأمومة والأسرة وأبناء الراحل والجيران، حيث أشادت جميعها بالثناء على الراحل وتعاونه مع الأهل والجيران. وينبذ الراحل كافة أشكال العنف والظلم. رحل الراحل تاركا خلفه أرملة وخمسة أبناء. للتذكير، بعد الشهادات سينقل الجثمان إلى الكنيسة لإقامة القداس والترانيم عليها، وسيكون الدفن بحديقة الراحل الكائنة بقرية إتنا عند المدخل الجنوبي للعاصمة أنجمينة. هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.